حياكم الله أحبتنا. يعتقد الكثيرون أن الإنسان النباتي اللي يخلو نظامه الغذائي من منتجات حيوانية غالبا ما يكون نحيف شاحب الوجه وفريسة سهلة للأمراض، لكن يمكن للنباتيين أيضا التمتع بالصحة العافية عند الالتزام ببعض الاشتراطات والحرص على إمداد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة من خلال بدائل اللحوم. بنتحدث أكثر عن موضوع النظام الغذائي النباتي مع طبعا من أسرة البرنامج أصبحت الأستاذة سمية الإبراهيم تخصصية التغذية العلاجية. صباح الخير. صباح النور عبد المحسن. فعلا مثل ما ذكرت الناس اللي يتبعون نظام نباتي يمكن تلاقي ردة فعل الناس الثانيين اللي هم ضد موضوع النظام النباتي، إن أنت شلون توفر حق جسمك الاحتياجات اللي أنت قاعد تحرم نفسك منها كون إن أنت ما قاعد تأخذ اللي هو اللحوم أو الأسماك أو الدواجن. يمكن أنا قاعد أشوف بالفترة الأخيرة وايد ناس قاعد يميلون إلى النظام النباتي، يعني آخر عيادة أنا كانت عندي مر علي 3 حالات نباتيين. بالنسبة لي أنا يكون النظام الغذائي يمكن في خلينا نقول بعض الأشياء ما أقدر أسويها نفس النظام اللي هو قليل جدا بالكربوهيدرات، لأن إذا بشيل اللحوم بحط بقوليات ما زالت البقوليات هو فيها من يعني فيها أيضا كربوهيدرات، وبالتالي في لهم خصوصية أكثر في موضوع الحمية. ما أدري إذا أنت عبد المحسن تعرف أحد يتبع نظام نباتي من أهلك من ربعك؟ واحد مشهور والكل يعرفه، الفنان الجميل محمد المنصور أبو عبد الله صبح عليه بالخير وكل الفنانين يعطيهم الصحة. من عرفته يمكن من أكثر من 25 سنة. ما تدري إنه نباتي؟ لا هو نباتي. هو نباتي نباتي نباتي، يعني حتى نباتي بيض حتى حليب أشوفه بالكويت وبرا الكويت، ونكون متواجدين سواء بالكويت أو برا الكويت بالبوفيه الأكل كله موجود قدامه، لكن ما شاء الله عليه الطبق طبقين عنده كلهم شغلات نباتيه. استغرب منه ابو عبد الله الفنان طبعا محمد المنصور، وجه له تحيه اكيد. اي ابو عبد الله قال من عرفته طبعا من 25 سنه الى يومك ما ابدا موخر عن اللحوم كلش، ما شفته ولا مره. على طول يعني الاكل عنده كله نباتي. وانت ما تاثرت بالشغله هذه؟ ما فكرت ان انت تبي او يعني تبي تجرب موضوع النباتي ولا صعب؟ حاولت بصراحه. أي. حاولت يعني في فتره من الفترات لكن ما قدرت للامانه. يعني تعودنا النظام الغذائي اللي عندنا خاصه الرز العيش هذا واللحوم ما وخاصة احنا هني بالخليج عبد المحسن وايد يعني عندنا موضوع اللحم والدياي، اطباقنا غالبا فيها دياي وفيها لحم، فصعب ان الواحد يلتزم بالنظام هذا خاصه هو ما كان متعود عليه من الصغر، اسرته كلها ياكلون اللي هي اللحوم والدواجن، فجاه هو يطلع يبي يصير نباتي، لان قاعد نشوف وايد حالات قاعد تتجه الى موضوع النباتيين. شنو اسباب ان الشخص يبي يكون نباتي؟ هو في له عده اسباب. السبب الاول اسباب صحيه، انه هو يقول انا ما ابي اكل مصادر حيوانية، كون انه هو ما يعرف شنو نوع التغذية اللي قاعد تصير حق اللي هو الحيوانات، وبالتالي صعب عنده يتوفر مثلا اللحم العضوي ولا الدياي العضوي، فيقول لا انا بوخر وبصير نباتي افضل لي. ايضا في يمكن انا بخصص حلقة ان شاء الله الاسبوع القادم اللي هو فوائد النظام النباتي ولا علاقة في اللي هو طول العمر، الاعمار بايد الله سبحانه وتعالى. لكن في اشخاص تلاقي معمرين يقول لك ان انا صار لي اخر 40 سنة اخر 50 سنة نباتي، ففي ايضا دراسات اللي هي لها علاقه في ممكن طوله العمر بصحه جيده واتباع نظام نباتي، راح اتكلم عنه اكثر ان شاء الله في الفقره القادمه. ايضا في اللي هو اسباب عقائديه، في بعض العقائد خاصه موجوده في الهند تحرم ان انت تستهلك ديان، نعم تمنع اكل اللحوم والدواجن بشكل نهائي. ايضا في اهم بعض العقائد عندهم فتره الصيام، فتره الصيام ما ياكلون فيها، ياكلون اللي هو الكربوهيدرات بس فيها اللحوم ما بس اللحوم نهائي. اي شيء فيه لحم تلاقي حتى المعجنات او المخبوسات يتاكدون هل فيها حليب ولا لا، ان يعني الفتره هذه لازم ما يستهلكون اي شيء من مشتقات الحيوانيه. في ايضا في ناس عندهم اللي هم موضوع حقوق الحيوان، ان احنا ما نبي، يمكن ما ادري اذا شفت في بنت صغيره وايد انشهرت بالسوشيال ميديا اللي قاعد تبكي تقول حق امها ان اي دونت وونت تو ايت انيمالز، اكتشفت ان اللحم والدياي اللي قاعد تاكله هو جاي من الخروف او جاي من الدياي، فهي قامت يعني كانت قاعد تبكي وامها تصورها تقول لها ان انا ليش انتم قاعد تقتلون الحيوانات هذه وقاعد انا اكلها. فالام لما سالتها قالت لها يعني انت ما راح تاكلين سمك بعد؟ فقالت لها ان اس فيش ان انيمال، يعني هل السمك بعد يعتبر حيوان؟ كانت تقول لها اي،
فقالت انا هم راح اكل. هي طفله صغيره لكن الاعتقاد هذا هم عند الكبار. انا اعرف وحده يمكن بالثلاثينات تقول انا بحافظ على اللي هو حقوق الحيوان ان احنا ما نذبحها وبالتالي انا بصير نباتيه. طبعا هذا ما هو شيء في ديننا احنا لان الانسان مسخر لهذه الحيوانات حقه هي وتغذيتها تعتمد على الحيوان فهو ما هو شيء عقائدي عندنا احنا بالاسلام لكن في ناس تدخل في نواحي طبيه ونظام غذائي. هو في اللي يتبعه بسبب صحي ما في مانع طبعا ابدا لكن في ناس عندها عقائد معينه ان احنا ما نبي ان ناكل مصادر حيوانيه لهالسبب. ايضا في ممكن اللي هو اسباب اقتصاديه تلاقي الناس قبل داء الملوك كانوا يسمونه اللي هو النقرس يسمونه داء الملوك لان الملوك بس هي اللي تاكل لحم فمن كثره اللحم اللي هي تاكلها ان هي تقدر تشتري لحم يطلع عليها مرض النقرس. اما الطبقه الفقيره ما تقدر توفر اللي هو اللحوم هذه وللاسف ما زالت موجوده الطبقه هذه ما يقدرون ياكلون لحم ممكن مره بالشهر او مره بالاسبوعين اللي ممكن ياكلون لحم او ضيافه. ففي كذا سبب ليش ان الشخص ممكن يتجه الى موضوع النظام النباتي. فشنو وفي النظام النباتي له انواع. ففي النوع الاول يسمونه لاكتو اوفو فيجيتيريان. لاكتو يعني حليب الاوفو جاي من البيض فهم فيجيتيريان ما ياكلون لا لحم ولا دياي ولا سمك ولا ربيان بس يشربون حليب وياكلون بيض. الحليب مصدر حيواني والبيض ايضا حيواني لكنهم يدخلونهم هذيلا بالنظام. وفي النظام اللي هم فيجيتيريان بس ياكلون بيض ما يشربون حليب وفي نظام فيجيتيريان يشربون حليب وما ياكلون بيض وفي نظام يسمونه الفيجن اللي هو لا ابدا ما له اي شيء من المصادر الحيوانيه بس نباتي فقط نباتي فقط بدون لا حليب ولا بدون اللي هو البيض. ايضا في ناس يمكن يتمادون بالشغله هذه او يدشون بعمق اكثر ان حتى الملابس اللي يبون يلبسونها انه ما يكون فيها شيء في ريش او ما يكون فيها صوف او اي فهم يدشون في الموضوع هذا. نتكلم عن اكل النظام النباتي غالبا يكون احنا طالما شلنا اللي هو المصادر الحيوانيه اللحم والضيافه احنا قاعد نتكلم عن البروتين. فالبروتين من المصادر النباتيه مثل ما انا حاطه هني أول شيء في الفول في الفاصوليا في النخي العدس اللوبيا فول الصويا أيضا فهذه كلها تعتبر من مصادر البروتينات النباتية. أيضا في الكينوا شلونك مع الكينوا عبد المحسن صوبها ولا مو وايد؟ لا فالكينوا هي صايرة مثل البرغل مصدرها أكيد طبعا نباتي لكنها تعتبر مصدر عالي بالبروتينات فأيضا بدال ممكن العيش ممكن الواحد ياخذ كينوا. بس بقول ملحوظة صغيرة الناس وايد النباتيين يكون تفكيرهم كله ان انا ما ابي اكل لحم او ما ابي اكل دياي فتلاقي يركزون اكثر على البقوليات لكنهم يهملون موضوع الخضار. طيب. اهميه النظام النباتي من اسمه نباتي فهو وايد فيه خضار وفواكه لكن انا وايد قاعد اشوف ناس قاعد تاكل وايد كربوهيدرات كون ان هي قللت اللحوم فتلاقي تاكل وايد عيش وايد معكرونه وايد بسكوتات لان هي وجود البروتين يشبع شويه فلما ما يكون البروتين موجود فتلاقي يزيدون من الكربوهيدرات. مو هذا النظام النباتي اللي احنا نتكلم عنه بالفوائد الصحيه. هذه في اشياء قاعده تدخل عليه. بالضبط اذكر اهم في برنامج طبي شفته كان مسوين لقاء مع وحده نباتيه فهي قاعده تقول لهم انا فيجيتيريان بس اي دونت ايت فيجيتابلز انا ما احب الخضروات فاذكر الدكتور قال لها انت قلتي يعني معلومتين نقيضتين في جمله واحده ما يصير انت فيجيتيريان وما تاكلين خضار. فهو الفكره من صحه النظام الفيجيتيريان صحيح ان احنا شلنا اللي هو اللحوم الحيوانيه لكن ايضا يكون في وفره من الخضار اللي موجوده مثلا على الغداء مو بس الموضوع انك تاكل بس عيش وفاصوليا مثلا زين وين الخضار؟ وين الخضار المطبوخه؟ وين السلطه؟ وين الدهون المفيده؟ الكثير يعتقد بان الخضار اللي هي الخضار اللي مثل الخس او السلطات كذا صحيح لكن ما يعرف انه مثلا في خضروات ايضا تطبخ اكيد فالخضروات المطبوخه مثل السبانخ مثل الملوخيه مثل البروكلي الزهره الكوسه المشروم فانتم بس يعني روحوا سكشن الخضار بالجمعيه ويعني نوعوا بالخضار ويمكن ذكرت انا في كذا فقره سابقه ان كل لون للخضار هو مو بس ممتع للنظر اللي احنا قاعد يعني نشوف الصحن ملون لكن كل لون يعكس لي فائده موجوده في هذا النوع مو موجود في اللون الثاني من مضادات اكسده وغيرها. ايضا من مصادر اللي هو العاليه بالبروتين غالبا احنا نقول البقوليات هو مصدر البروتين لكن في امور ثانيه تعتبر مصادر للبروتين مثل زبدة الفول السوداني أو الفول السوداني كمكسرات تعتبر مصدر جدا ممتاز. أيضا اللوز هم يعتبر اللوز مصدر ممتاز للبروتين ما هو بس للدهون المفيدة أيضا للبروتين فممكن إحنا ندخله كوجبة خفيفة بين الوجبات كأيضا مصدر البروتين نحاول نعوض نقص البروتين اللي موجود في الوجبات الرئيسية اللي هو الحب القرع أو بذور القرع أيضا تعتبر عالية في أو مصدر ممتاز للبروتين
ممكن الواحد يضيفه في نظامه. الصبح ممكن ياخذون اللي هو الشوفان مع الحليب ويضيفون عليه اللي هو بذور القرع كمصدر، او ان نزيد ان احنا البروتين، خاصه اذا كان الشخص ما يشرب لا حليب ولا ياكل بيض، فانت بتفكر شنو مصادر البروتين راح تجي الصبح، فراح تكون ممكن يا الفول، او ممكن تكون زبده الفول السوداني، او ممكن تكون اللي هي بذور القرع او المكسرات. من المكسرات ايضا اللي فيها بروتين اللي هو الكازو، هم يعتبر مصدر ممتاز للبروتين، وايضا في دهون مفيده وفيها ايضا مصدر بروتين نباتي مثل بذور الشيا. ما ادري تستهلك بذور الشيا ولا لا؟ فهي سايرة على الشكل هذا، لونها تقريبا رمادي، لما تحطها بالماء تنتفخ هي شوية فتعطيك مثل الجل. ممتازة وايد لتنظيم السكر، ممتازة وايد اللي هو حالات الإمساك، أيضا ممتازة اللي هو تنزل الكوليسترول، لأن النوع الجل اللي يصير لما تحط عليه ماء يسحب الكوليسترول الموجود في الدم وينزل. عشان كذي أنصح في بذور الشيا مع بذور الكتان في حال هو ارتفاع الكوليسترول. لكن في موضوعنا اللي هو اليوم موضوع النباتيين، إضافة بذور الشيا في خلينا نقول السلطه او بالشوربه ممكن يعزز من وجود البروتين في هذا اليوم، فبذور الشيا. ايضا الافوكادو، اتكلم وايد انا عن الافوكادو، هو مصدر مفيد للدهون النباتيه بلا شك، لكنه ايضا يعتبر مصدر ممتاز للبروتين، طبعا لا يقارن بكميه البروتين اللي موجوده في البقوليات، لكن ما زال يعتبر مصدر زين للبروتين الافوكادو، ممكن نضيفه في غذائنا. ايضا من الخضروات، الخضار بشكل عام ما تعتبر مصدر بروتين، لكن من بينها البروكلي فيه شويه بروتين ممكن الواحد يضيفه في نظامه، ممكن بشكل يومي او يوم وترك انه يكون في على السفره، مثل ما انت ذكرت الخضار اللي تطبخ اللي هو البروكلي قد يكون ايضا مصدر ممتاز للبروتين. فهذا هني قلنا بصوره سريعه اللي هو مصادر البروتين اللي موجوده في اكلنا. شنو الاشياء النواقص اللي ممكن يصيب فيها الشخص اللي يتبع اللي هو النظام النباتي؟ طيب. فطبعا يعني احنا حرمنا جسمنا من اللحوم ومن الاسماك، هذا اللي انا اقول، شنو البدائل او شنو اللي يعني خاصه اذا كان الجسم متعود على هذه الاشياء، شنو الاشياء المعوضه؟ بالضبط. ففيش خلينا نشوف شنو الاشياء اللي تتاثر بالنظام النباتي عشان نعرف بشنو نعوضها. اول شيء فيتامين بي 12 مصدره حيواني فقط، فلما الواحد يتبع نظام الفيجن اللي هو الفيجيتيريان بدون لا بيض ولا حليب يكون معرض لنقص فيتامين بي 12، كون انه هو ما قاعد ياخذ اي شيء مصدر حيواني. فالناس اللي يمشون على نظام الفيجن ممكن تلاقي بين فتره وفتره ياخذون ابره بي 12 لان جسمهم يكون معرض لي اللي هو نقص فيتامين بي 12، لكن ممكن يحصلونه في الاكل المدعم. يعني انت تلاقي الكورن فليكس الصبح، بعض الانواع الجيده اللي تكون غالبا اورجانيك والشركه المصنعه لها تكون جيده، يكونون ضايفين بي 12 حقها، فهو شوي يعزز من وجود المصدر هذا بالجسم حق الاشخاص النباتيين. فاول شغله بي 12 حق الناس اللي هم نباتيين نهائي ما في لا بيض ولا حليب في نظامهم، لا ينسون موضوع البي 12، وافضل انهم يسوون تحليل حق البي 12 بين فتره وفتره. اذا كان نازل لازم ياخذون اللي هو الابر بي 12 عشان تعوض النقص اللي موجوده اللي موجود فيه. ثاني شغله اللي ممكن تتاثر في النظام النباتيين اللي هو الحديد. الحديد احنا نعرف مصدره غالبا من اللحوم، لكن لما انا يعني احرم نفسي من اللحوم هذه فيكون معرضه اكثر لنقص الحديد اكثر من غيري، مو بس لان انا ما قاعد اكل لحم، ايضا لان وجود الحديد في حيا الله منيا. الموضوع مشوق جدا صراحه. موضوع النباتيين، انا عندي اخوي نباتي فعارفه شوي، عندي معلومات عن النباتيين. اوكي. نباتي يعني بدون لا حليب ولا بيض؟ لا نهائيا، نباتي. اوكي. هو هذا يكون في صعوبه اكثر اللي ما في، لان انت قاعد تتكلم انك شلت الاجبان نهائي وشلت اللبنه وشلت الحليب، مشتقات الحليب بشكل عام، فيروح يمكن حق جمعيات خاصه يختار الاشياء اللي ويدور البدائل، وبصعوبه ترى مو سهل انه يحصل على هذا. صعوبه وسعرهم مبالغ فيه قد يكون، يعني مقارنه بالاجبان وباللي هي المنتجات الحيوانيه. صحه يعني اذا كان الامر صحي ما يمنع ابدا اذا هو مرتاح عليه. شلون تشوفينه؟ هو مو قضيه صحه، هو قضيه مبدا ان انا ما احب اخذ اللحوم والحيوانات وذبح الحيوانات. تدري في ناس عندهم هذه التوجهات، يعني هو مثل الاسباب اللي انا قبل شوي. الشغله الاهم اللي كنت قاعد اذكرها اللي هو موضوع الحديد، امتصاص الحديد من مصادر نباتيه ما يعتبر وايد جيد مقارنه بالحديد من مصدر حيواني. فلما اخذ مثلا انا السبانخ يعتبر مصدر ممتاز للحديد، لكن امتصاصه في جسمي اقل من، يعني امتصاص الحديد من مصادر نباتيه تقريبا 30% منه يمتص، اما لو كان من مصدر حيواني فيوصل 70% ممكن يمتص. زائد انه مو تشوفون انتم ساعات يقولون لا تتغدون تشربون شاي او قهوه لانه راح يتاثر الحديد. هذا امتصاص الحديد يتاثر اذا كان جاي من مصدر نباتي. اما لو انا مثلا كليت لحم وشربت حليب وشربت شاي فما راح يتاثر امتصاص الحديد اللي جاي من مصدر حيواني. عشان كذي النباتيين معرضين اكثر لنقص الحديد مقارنة
مقارنة بالأشخاص اللي هم الغير نباتيين. من الأشياء أيضا اللي تتأثر اللي هو فيتامين دال. فيتامين دال موجود في الأسماك بكثرة، لو أنا أكون أنا نباتية فأيضا أتعرض أكثر لنقص فيتامين دال. إحنا اللي مو نباتيين ويصير عندنا هم نقص فيتامين دال، فيعوض بأيضا اللي هو الكورنفليكس المدعم بفيتامين دال والتعرض لأشعة الشمس، هو راح يعوض في موضوع اللي هو نقص فيتامين دال. فهذين الأمور اللي غالبا الأشخاص النباتيين يكونوا معرضين للنقص فيها مقارنة بالأشخاص الغير نباتيين. يعطيك العافية، شكرا جزيلا للأستاذة سمية إبراهيم، اختصاصية التغذية العلاجية.